المعركة التي حدثت في قضية انتفاضة الصفار كانت معركة على هذا الشعار، يعني النظام لم يمنع في ذلك الوقت الزيارة ولم يمنع المواكب في ذلك الوقت، مع ذلك منع المواكب ولم يمنع المجالس الحسينية في ذلك الوقت، وإن كان قد حدد وحجم هذه المجالس الحسينية بعد ذلك في مسيرة الاضطهاد الذي يمارسها النظام ضد الشعب العراقي، قام بمثل هذه الأعمال، لكن في ذاك الوقت لم يمنع إلا قضية المسير إلى كربلاء مشيا على الأقدام، كانت القضية هي هذه القضية، وكان تفجير الانتفاضة أيضا على أساس التمسك بهذا الشعار.